قلبي جايد نار وحاسس اني متكتف، جوايا اتنين بيتخانقوا مع بعض. الاول بيقول لي طيح في الخلج واي حد شاكك فيه لحد ما تعترف اخوك، والتاني بيهديني وبيقول لي حكي مع عقلك. مش عارف اسمع لمين فيهم. المفروض تمشي ورا ادم اللي انت تعرف اكتر من اي حد، وتعمل اللي يريح ضميرك، وتبلغ على اللي انت شاكك فيهم. مش تقفل المحضر وتقول اي كلام وتكذب على الضابط. ما تقول انت شاكك في مين. كدبت عشان احمي اخويا من اذاهم، ما اضمنش اقول عليهم يقتلوه. هما مين دول يا ادم؟ وايه اللي مداريه انت ويحيى عني؟ ما هو مش منطقي يختفي كل ده ولما يظهر يختفي تاني. الموضوع ده فيه حاجه غلط. انا مش فارق معايا اي حاجه دلوقتي، كل اللي فارق لي اني اعرف مكان اخويا واطمن عليه. ان شاء الله نطمن عليه.